البناء المؤسساتي المنبثق عن استحقاقات 8 شتنبر يتواصل بانتخابات مجلس الجماعات والجهات. اليوم تم انتخاب رشيد العبدي عن حزب الأصالة والمعاصرة رئيسا لمجلس جهة الرباط سلا القنيطرة بعدما حصل على 63 صوتا من أصل 70 صوتا وامتناع 4 أعضاء عن التصويت. عماد أمسمير ومحمد توانينا. حصل السيد رشيد العبدي الذي تقدم كمرشح فريد لشغل منصب رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة على 63 صوتا مقابل معارضة 3 أعضاء وامتناع 4 عن التصويت. وبعد تنصيبه رئيسا للجهة بأغلبية الأصوات، أكد رشيد العبدي على أن الجهة تعرف تحديات كبيرة وسيعمل المجلس المنتخب على رفع التحديات والانكباب على الملفات. هناك انتظارات كبيره من طرف المواطنين على مستوى الجهه، لان ديك المقاربه المجاليه اليوم كيخصها تكون تعرف واحد الرؤيه جديده. هناك اولويات فيما يخص الجهه، حنا كنعرفوا بان الجهه ديالنا لها خاصيتها ولها المميزات ديالها اللي يجب استثمار هاد الخاصيات. كما عرفت الجلسة أيضا انتخاب 9 نواب للرئيس إضافة إلى كاتبة المجلس ونائبها. وسينكب المجلس بعد انتخاب الرئيس وأعضاء المجلس على مواجهة التحديات التي تفرضها المرحلة، خاصة وأن الجهة تتموقع كرافعة في بلادنا في العديد من القطاعات للإسهام في إقلاع منتظر، خاصة على مستوى البنية التحتية والتشغيل والاستثمارات.